طبعا اللي يعرف اي شيء بالكمبيوترات بيعرف ان اللي قدامكم الحين من احسن القطع حق الكمبيوتر نفسه. اول شيء عندنا كيس حديد فولاذ، هذا اثجل من الكيس اللي عندي في البيت، وهذا زجاج لفكره رينفورس. عندكم طبعا عندنا الجرافيكس كارد الوحش، وعن الكولر، عن الاي ستورج، مادر بورد، رام، والكهرباء. الحين خلينا نركبهم يا بعض وندخله داخل البوكس. اول شيء الكيس اسمه هيليوس من ريبوبليك اوف جيمرز، طبعا من اسوس، والكيس صراحه مش هين. الزجاج بنفسه 4 mm، ها زجاجه مش بلاستيك، والحديد والالمنيوم مخلوط، صراحه ثقيل ثقيل، يعني اظن وزنه تقريبا 10 كيلو. المراوح 4 140 mm وكباره اكبر عن الحجم العادي، يعني تشوفون قدامكم هنا عندكم 4 USB 3.0 مع تايب سي، عندكم LED كنترول، عندكم بعد فان سبيد كنترول مثل ما تشوفون الفانز قدام، وهاي فوق القبضه عشان تشله. يعني نحن في الصاله في الحديد نستخدم نفس الكواليتي حق نشل الديد ليفت. المذر بورد ها دمار صراحه، 2 heat sinks، 3 extension حق جرافيكس كارد 16x، وعندكم بعد نفس الوقت supports 10th generation Intel processor and handles up to 128 GB RAM memory. هذا اقوى جرافيكس كارد حاليا في العالم كله، سبورت 4K، يعني ترمون تلعبون على التلفزيون على راحتكم ريل عريل، وعندكم بعد 24 جي بي فيديو. يعني صراحه اقوى من هالجرافيكس كارد حاليا في السوق ما شيء، ها وحش الوحوش صراحه. حاليا هاللي عندنا اللي يناسب القطع الثانيه، عندنا الميموري، وعندنا الاي 7 كور، وعندنا 32 جي بي رام RGB لفكرة، ومدلعون كمبيوتراتكم أنوار حلوة عندكم. إذا خايفين على التركيب وتبون تركيب يعني من مستوى عالي، فأنصح تركبون الكمبيوتر في GK، عندكم مختص يروم يركب الكمبيوتر ياكم بسرعة مش طبيعية صراحة. فإذا أي وقت يعني مش واثقين من أعماركم على تركيب الكمبيوتر وخايفين على الكمبيوتر، لا تخافون، GK يروم يركبون لكم الكمبيوتر بسرعة وطريقة مش طبيعية صراحة. الحين بتشوفون بنركب ال
ثيرمال كولينج يا مرحبتين، هاي حق البروسيسر عشان كمبيوترك طبعا ما تبغى يحترق يعني. الحين بتشوفون ياسين ركب الـ PSU Power Supply Unit قوته 1050. ليش نحتاج هالقد قوة؟ عشان يكون في باور كفاية حق المذربورد، حق الجرافيكس كارد، حق الكولنت وكل الأجزاء الثانية في الكمبيوتر. فإذا عندكم مشكلة مع التوصيل مع الـ PSU مع المذربورد أو مع الكمبيوتر بجمعه، فيكون في شورتج بالوايرات أو طول الواير يكون وايد قصير مثل المشكلة اللي نحن نواجهها حالياً الواير من الـ PSU للمذربورد ما يوصل، فطلعنا الإكستنشن. الإكستنشن هاي له إن يكون يجزئون الفقرة الناقصة، يعني the missing component between the PSU والمذربورد يركبونه يا بعض، يعني مو يوصل هذا. وبعد الحلو فيه شو انه RGB. الحين شغلات ما تشوفون اقوى شيء في الكمبيوتر الجرافيكس كارد. للاسف مثل ما تشوفون مروا من وصل واير للبي اس يو فعندها الاكستنشن. الحين من ركبه داخل. بسم الله. اوكي ما انفجر، ما صار شيء. صراحة عقب ما ركبناه الوزن عليه هاي بالها تصير صالة تتمرن فيه اجتاف. يعني الكمبيوتر وحش، وصراحة شكرا للجي كي تي في على الفرصة نركب على كمبيوتر رهيب. لا تنسون تسوون لايك وفولو وسبسكرايب وكومنت على جي كي تي في، وان شاء الله نشوفكم الحلقات القادمة. ولو عندنا اشياء ترى اشياء زيادة تطلع من الحلقات، ها حلقات حلوة خاصة في الشهر. وشكرا مرة ثانية، وإن شاء الله نشوفكم على خير. مع السلامة.